في إطار المتابعات المباشرة لتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، قام سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجولة ميدانية مفاجئة ظهر اليوم لعدد من مواقع العمل، حيث اطلع على مدى الالتزام بتطبيق القرار والذي بدأ سريانه مطلع شهر يوليو الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. وقد التقى الوزير بعدد من مشرفي المنشآت واطلع على الإجراءات التي تتخذها منشآتهم لتطبيق القرار وضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال ومدى توفير أصحاب العمل للرعاية الصحية المناسبة للعاملين والوسائل المستخدمة للوقاية من الإصابات المهنية، إضافة إلى جهود المنشآت في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية والحد من الحوادث والأخطار المهنية التي قد تحدث في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة في فصل الصيف. وقد أعرب سعادة الوزير عن ارتياحه لمستوى الالتزام في المواقع التي قام بتفقدها، مؤكدا حرص مملكة البحرين على سلامة وصحة جميع العاملين في مواقع العمل الإنتاجية في ظل ما توفره من تشريعات وطنية تتواءم مع معايير العمل الدولية، مشددا على أنه لن يتم التهاون في رصد المخالفين لهذا التشريع العمالي الهام، وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم، مثمنا في الوقت ذاته التزام أصحاب العمل بالقرار والذي يعكس إيمانهم وقناعتهم بأهمية تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والمحافظة على أرواح العمال وحياتهم وتأثير ذلك على مستويات الإنتاج والربحية. يعني الملاحظ بأن من خلال زيارتنا التفتيشية أن كافة المنشآت في البحرين ولله الحمد ملتزمة بقرار حظر العمل من الساعة 12 إلى الساعة 4 مساء تحت أشعة الشمس المباشرة. اليوم سنة ورا سنة نجد بأن درجة الالتزام مستقرة وفي ازدياد، عندنا التزام يفوق 98%، وأصحاب العمل نجدهم ملتزمين طوعيا بتنفيذ مضمون هذا القرار، لأنهم وجدوا أنه يحقق لهم إنتاجية أعلى لما يعدلوا ساعات العمل ويتحاشوا ساعات الحرارة أو ساعات الدروة في الحرارة، الإنتاجية ترتفع، زحمة المرور أيضا في أفضل بكثير لأن هناك أوقات مختلفة لساعات العمل، العلاقات الإنسانية بين العمال وبين أصحاب العمل علاقة رضا، علاقة جيدة، فالحمد لله أن جميع المزايا يعني متحققة من وراء هذا القرار اللي يهدف بالأساس إلى حماية الأيدي العاملة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في مملكة البحرين.